امي وينك انت؟ في شيء انور بيك؟ قولي لي امي وينها؟ برجنانه الله يستر. امي خير؟ ليش جاي بكير اليوم؟ انت شلون بتعملي هيك فيني وباخي؟ ليش شو عامله؟ ما فهمت. عم بحكي عن استغلالك لمرام لانك خليتيها تسرق مشروع الماركه تبعنا وتبيعه للشركه المنافسه. شو كذبت عليك هديك السخيفه؟ ما بعرف بس انا ما بعمل هيك. امي انا شفت كل شيء صار بعيوني هدول، يعني ما في لزوم لحدا انه يقول لي او يشرح لي، بتسجيل كاميرات المراقبه كل شيء واضح. لا انور انا مالي علاقه بالموضوع لا من قريب ولا حتى من بعيد، اكيد مرام بعد ما انكشفت حبت تروحني معها بس ابصر ليش. طيب وشو مشان العقد يلي خليته لاخي انه يوقعه؟ عن انا عقد قصدك؟ العقد يلي بيقول انه في حال فشل المشروع الشامل تبع ماركة الشركة كل الضرر اخي رح يتحمل مسؤوليته بشكل كامل. هالمرة شو مشكلتها مع هالشاب؟ عن جد ما عم افهم. ستي في مجال ما عاد نحكي بهذا الموضوع لو سمحتي. امي سودته لوشي. ليش انت شو دخلك ابني؟ هي اللي بتتحمل نتيجة افعالها. معقول ستي؟ شلون ما دخلني؟ اللي عملت هاي المصايب بتكون امي، ليش ما عم تفهميني انت؟ والله فهماني عليك بس مو عارفانة شو بدي اعمل يا ابني. منتصل بعزت ولما بيرجع بيلاقي حل للمشكلة. هالموضوع اكبر مني ومنك كمان يا انور، خلي يجي لهون ويحكي معها مثل العالم ويتفاهموا. طيب وانا شو بدي اقول له بس يرجع؟ امي حاولت تدمره لابنك وانا ما قدرت اعمل شيء معه. لا ما فيك تحكي هيك. اللي صار لا ابي ولا اخي فينا نخبرهم عنه. لما يعرفوا شو صار ما رح نقدر نلم العيله مره تانية. تيتا. تيتا شو بكي؟ انت منيحه؟ ارتفع ضغطي على الاغلب. والله حاسه راسي رح ينفجر. طيب شو رايك فوت جيب لك الدواء تبعك مع كاسه ماء؟ لا لا انت لا تاكل هم، هلا بصير منيح. يا الله دخيلك شو هالبيت؟ بطلع وبسافر كم يوم، وقت اللي برجع ما بلاقي حدا يستقبلني. هالاستهتار لازم تبطله يا انوار. بابا هالمرة لا تواخذني، بس أنا كنت ناطرك كرمال أمشي. ليك ستي نايمة فوق، ارتفع ضغطها شوي بس صارت منيحة، لا تخاف لا تخاف. أنا ما كان بدي أتركها لحالها لحتى ترجع على البيت. وبما إني اطمنت إنك إجيت فصار فيني أمشي. عن إذنك أنا بدي أروح أبي. إيه؟ دقيقة أنوار، وقف شوي يا ابني. شو الموضوع ولوين بدك تروح؟ بدي أروح لعند أخي شوي. بدي ريح راسي. مو مشكلة روح الله معك، بس فهمني بالأول شو الموضوع، ليش رايح؟ تناقرت أنا وأمي شوي. تناقرت؟ أنت وأمك؟ طيب ليش؟ يعني شو صاير بغيابي؟ بابا إذا بتسألها لأمي هالأسئلة عن جد بيكون أحسن بكتير. هي وينها؟ ما بعرف. مفاجأة حلوة ما هيك؟ معقول أخي الكبير سهران لحاله بالبيت؟ أنوار شو جابك بهالوقت؟ قررت غير جو وأقضي كم يوم عندك. أهلا وسهلا، بس ليش؟ لك مليت بالبيت، اشتقت له لأخي فقلت بيجي وبزوره. شو هالحكي؟ يلا قول شو في. لك يا مراد شو بده يكون في يعني؟ إذا بدك أمشي بمشي. لا أكيد ما بديك تمشي، بس انت بالعادة بتروح على بيت شي وحدة من رفقاتك وبتضل عندك. شو بدي اعمل اذا كلهم بيحبوني؟ افترض اني رحت لعند وحدة اكيد الباقي رح يزعلوا. يلا بسيطة. منيح انك اجيت، كنت عم نقي هدية لحياة بعيد ميلادها، مالي قدران اخذ قرار، من الصبح عم فكر، بدي تساعدني. اعتبرها محلولة. ليش؟ لانه دكتور العشاء اجى بذات نفسه لعندك مشان يداويك. عود لك يعني. Thank you.
برأيي بكفي حاج تشربي. مو شايفة حالك كيف عم تمشي داليا؟ أوه عزت بيك، أنت خايف على صحتي؟ شو كأنه ما في حدا؟ ضغط أمي كان مرتفع من شوي لحتى ارتاحت، لك نايمة فوق. والأستاذ أنور ضب شنطايته وراح لعند أخوه مراد، قال إنه راح يضل هنيك كم يوم. هيك لكان، بعد كل اللي عمله معي آخر شي قرر يختار حضن أخوه الحنون. أوه نيالك مراد والله. شو صار بالبيت بغيابي يا داليا؟ ما نهتا منحوني هالشرف مشان خبرك باللي صار. ما اني كنت مفكرة انه كريمة خانه ما رح تغمض لعينها بالما تحكي لك كل شي بالتفصيل، بس طلعت غلطانة. خلص اترك الكاسة من ايدك لو سمحتي، لو سمحتي. شو بدك فيني انا حرة؟ بدي اعمل اللي بدي اياه. داليا شو الموضوع؟ ابني اللي بحبه صار يكرهني هلا. ابننا الوحيد بيتمنى لي الموت يا عزت. أنور خلص بطل يحب أمه. بسيطة، خلص لا تبكي حبيبتي. تعي لا تبكي لا تبكي. أكيد ابنك بعده بحبك، لا تفكري هيك. يلا اطلعي لفوق وتحممي بلكي بترتاحي شوي. شو ما كان اللي صاير بينكم، بكرة أكيد بنلاقي له حل، اتفقنا؟ تعي حبيبتي يلا. ليش هيك عم تلعب بالأكل؟ شايفتك ما أكلت ولا لقمة لهلأ. عن جد ستي أنا لهلأ بعدني بلا أكل، بس عن جد ماني مشتهي. اطمن رح نلاقي حل. ايه شو اخبار ابي؟ ما حكينا له شي عن اللي صار. وامي؟ كيف بدها تكون؟ وقعت بالحفرة اللي حفرتها بايدها وتعاقبت باكبر عقوبة بتستاهلها الام، وبتكون هلا عم تتعذب. ليش صار شي معكن انا ما بعرفه؟ شو في لسه؟ اللي صار مع أمك أبشع شي ممكن يصير مع أي وحدة، لأنها كانت عم بتحاول تفرق بين الإخوة، خسرت ابن الوحيد.